نادر هربانه من الصيادين، فاهمه انه محدش شايفها. مفيش فايده تبقى الجواز، يبقى صدقه حلال. احنا ورانا ميعاد مهم في مصر. ايه الخبر يا سويد ومنير؟ ما تخافش دي نايمه. يبقى اتاكدت ان انا مش بنت عمك. انا اتلخبطت، اصل سايبه في مصر متخانقه مع جوزها خناقه الرب السما. قلت مسكينه يا رؤية، حلمي عملها، حلمي طلقها، حبيت اطمن. قمت رفعت الاشارب من على وشها بالظبط علشان اصحيها واسالها ايه اللي جرى. وبعدين استغربت رؤية بنت عمي لما كانت على ذمه جوزها ما كانتش بالحلاوه دي. هما الستات لما بيتطلقوا بيحلووا ولا ايه؟ تعرف انا كمان اول ما فتحت عيني شبهت عليك؟ والله كان لنا واحد قريبنا الخالق الناطق زيك تمام، الله يرحمه بقى. مات؟ مقتول. يا ساتر الرب، ومين اللي قتله؟ واحدة ضربته على نفوخه صف الدم. ليه بس؟ هو كان عمل ايه؟ أصله قليل الأدب ورزل ودمه تقيل كمان. دلوقتي تعرف لي اسمها ايه ونازلة فين ومع مين؟ وكريمة هانم يا استاذ، المفروض تسافر مصر النهاردة علشان تحتفلوا بالخطوبة رسميا. انا فسخت الخطوبة وارجوك ما تضيعش وقتي بقى، روح اعمل زي ما قلتلك. عن اذنك بقى عادي. الله ماشي يا كمال. ايوه. مش كنت بتقول هتقعد مع بابا شويه؟ معلش اصل منتظر مكالمه من مصر. طب مع السلامه يا كمال. بابا 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 عايدة، ايه اللي جابك بدري من البلاش؟ واحد سائل عاكسني فور دمي. شكله ايه؟ جنسه ايه؟ طويل ولا قصير؟ تخين ولا رفيع؟ غني ولا فقير؟ يا سلام عليك يا بابا. وكمال ابن خالتك كان فين ساعتها؟ ما شافوش. المفروض شافه، كان هيعملوا ايه يعني؟ ده زي الطور خيبه. كمال انسان رقيق. رقيق الحال. ايه رايك انه عرض عليا الجواز دلوقتي؟ خبر يسود؟ جواز؟ وقلت له ايه؟ ما ردتش عليه لا بقى ولا بلا. وليه مش لا؟ يمكن احبه في يوم من الايام واقول له اه. مش هتقوليها ابدا. مين عارف، كل شيء اسمه نصيب. عايده انت عارفه ظروف الماليه جنسها ايه؟ فلازم تنقي عريس غني. مش انا اللي هنقي يا بابا، قلبي. قلبك؟ عن اذنك هطلع اخد حمام. حمام؟ طب ممكن تحجز لنا جناح باسم السيد مراد سالم؟ اه بس للاسف ما عندناش جناح فاضي. لا تفضلوا جناح باي شكل باي تمن. قول للسيد مراد يشرف في اي وقت. متشكر. سعادة الباشا، سعادة الباشا. ايه ده؟ هو الواحد ما يعرفش يرتاح شوية؟ دقيقة واحدة يا سعادة الباشا أرجوك. واحدة ما فيش غيرها. نعم اتفضل. ايه؟ حساب الجناح ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع؟ وايه اللي مسككم لدلوقتي؟ والله يا فندم احنا كنا بنقدم الفواتير كل اسبوع، سعادتك اللي طلبت نقدمهم كل ثلاث اسابيع. كده؟
طيب دلوقتي انا بطلب تقدموها كل 4 اسابيع. سعاده الباشا ارجوك، دي اوامر الاداره. ما هو لو صممتم انا مش هدفع. انا عينتي يا فندم. لكن لو استزوقتم ولا طلبتوش مني وقلتوا يا صابر باشا احنا مش عايزين الحساب، شوفوا انا هعمل ايه. طيب يا صابر باشا احنا مش عايزين الحساب كده. متشكر ممنون يا سيد صابر. سيد؟ هي حصلت لحد كده؟ الجناح اللي سيادتك نازل فيه اتحجز خلاص للسيد مراد سالم، ارجوك من غير احراج. سلامة. اهلا. الحمد لله على السلامة يا اكسلانس. الله يسلمك. الجناح جاهز؟ موجود تحت امرك. تحت امره ازاي؟ هي ايه سلطة؟ مين؟ صابر باشا عبد الصبور؟ ايوه انا صاحب المعالي صابر باشا عبد الصبور، وزير الاوقاف الاسبق ورئيس مجلس الشيوخ. طيب يا فندم تسمح لي اقدم لك نفسي؟ مراد سالم. السيد مراد سالم الساري المعروف صاحب مصانع الغزل الرفيع. ابن سالم باشا فهمي. ابن سالم باشا فهمي. يا اتفضل يا سعادة الباشا استريح. اهلا اهلا، الله يصبحه بالخير والدك، ده راجل امير. كان يا سعادة الباشا، هو مات، تعيش انت. ايوه صحيح. سالم باشا فهمي. كان راجل ممتلئ. هو فعلا كان سمين شوية. لكن الظاهر انت طلعت لوالدتك. سعادتك تعرف ماما؟ امال، الله يصبحها بقى بالخير اذا كانت عايشة، ويرحمها اذا كانت متوفية. والله لسه عايشة يا سعادة الباشا. احسن خليها. ووالدك بقى ساب لك الجمل بما حمل؟ ايوه يا فندم. وانت بقى اللي بتدير المصانع؟ ايوه بس مرتبك، مش لاقي حد يعاوني. انا لسه طالب سكرتير عام الشركة. لازم كان مهمل. ابدا. مرتشي؟ يا ريت. حرامي؟ يا ريت. امال ايه؟ على ايامنا ما كانش فيه غير كده. شاب يا سعادة الباشا، نبنوخ، عنده شهادات لكن ما فيش خبرة. فهمتك. لذلك اول ما شفت سعادتك قلت لنفسي يا هل ترى الباشا يتكرم ويتعطف ويقبل المركز ده؟ ايه؟ سكرتير عام؟ بمرتب شهري 200 جنيه. من امتى؟ من بكره اذا حبيت. يا تعالى. ايوه يا سعاده الباشا. اخفي دول دلوقتي. انا متنازل عن الجناح بتاعي للاستاذ مراد. مستحيل، ما تجيش ابدا يا سعاده الباشا. اسمع الكلام وشوف لي انا اوضه على البحر. الاوضه علشاني انا يا سلامه. علشاني انا. ما تتعبش نفسك، روح يا سلامه، روح خلاص. امرك يا اكسلانس. بعدين معاك. بالمناسبه السعيده دي اسمح لي اعزمك الليلة على العشاء؟ مفيش مانع، بس انا ما اقدرش اسهر لوحدي. الظاهر سعادتك ليك شلة معينة. ايوه، شلة صغيرة حلوة ومحندة. صاحبتك؟ لا، بنتي. سعادتك ليك بنت؟ من زمان. يا ترى تقبل دعوتي على العشاء؟ ليه لا؟ على الاقل فرصة تتعرف عليك. احنا مش بقينا فاميليا واحدة. طبعا يا سعادة الباشا. مال طبعا اذنك اما اطلع اقول لعايدة. طب يا فندم منتظركم في الكازينو الليلة. وهو كذلك. عايدة يا روحي. بركيلي يا حبيبتي. خير يا بابا؟ اتعينت سكرتير عام بمرتب 200 جنيه في الشهر. صحيح. المكافآت والعلاوات والحلويات. مبروك. وتعينت فين؟ في مصانع الغزل الرفيع، وشرفك عندي الا بعد شهر حقلبها غزل تخين. اعمل حسابك احنا معزومين على العشاء الليله دي. ومين اللي عازمنا؟ صاحب المصانع السر المعروف مراد سالم. اقول كده؟ مال ابوك حرف وفهلوي، ادعيت ان اعرف ابوه وامه وسقت عليه القلاطه والبشويه، خليته بس ايدي ووقع في عرضي. مال كلفته. امال فين الاستاذ مراد؟ جاي خالص يا سعادة الباشا. ده كله واخد بالك؟ بيبلفني، خايف ارجع في كلامي. هيلاقي منين وزير اوقاف اسبق يشتغل سكرتير عام؟ لما شاور لك بالمنديل زحلقه، فاهم؟
مفهوم. ايه قلة الذوق دي؟ حد يعزم ناس وما يبقاش موجود؟ طولي بالك، ده انت لما حدسوا فيه هيعجبك قوي قوي. بونسوار اكسلانس، اهلا وسهلا. تسمح لي اقدم لك كريمتنا عايده الاستاذ مراد سالم. تشرفنا يا فندم. اتفضل يا اكسلانس، اتفضل. متشكر يا فندم، اتفضل. ميرسي. اهلا. ويسكي. شيل بقى الكوبايه دول. يا باشا انا سعيد جدا انك اتنزلت وقبلت دعوتي لله دي. العفو يا استاذ مراد، والله العفو. الحقيقه ده شرف كبير. يا سعاده الباشا، انا مهما قلت لك مش هقدر اعبر عن شعوري. فعلا كان حظي سعيد ان انا اتعرفت بيك الصبح وكلمتك. شكرا، متشكر، متشكر جدا. انا كنت عايش وحيد، تايه حيران، لغايه ما شفتك، لغايه ما لقيت الحاجه اللي كانت ناقصاني. انا عرفت باشوات كتير، انما عمري ما عرفت باشا زيك. لطيف وظريف ودمه خفيف. يا ترى يا باشا بتبادلني نفس الشعور؟ الله، انت ساكت ليه؟ زعلان مني؟ ابدا. طب ما تتكلم، ما ترد عليا يا باشا. ما بس انا محتار بعد كلامك اللي زي السكر ده، بذمتك اقول له ايه يا عيد؟ انا اسف يا هانم، الكلام خدني مع الباشا. صوتها يا باشا. متشكر. الهانم. متأسفة، أنا ما بشربش حاجة مش على نفسي. بس جربيه، ده خفيف خالص. بيتهيألك، ده بيلطش. الظاهر الهانم ملهاش مزاج. فعلا، مزاجي متعكن ودمي فاير. ليه يا عايدة؟ حصل إيه؟ ولا حاجة، بس افتكرت الجدع السقيل اللي عاكسني على الفلاش. يا شيخة، افتكر إن حاجة عيد. لا، قد كده سقيل. ده رزق. مش يمكن بيستلطفك وبيحبك؟ بيحبها ايه؟ حرب بورس. يا سعادة الباشا، انا قصدي اقول يعني ايه؟ ما قصدكش ولا حاجه، ما تحاولش تدافع عنه، ده راجل لوح. مش كده يا باشا؟ هدي اخلاقك. يهدي اخلاقه ازاي؟ اذا كان بيقول لك لوح. انا كل ما بفتكره دم بيفور. قسما بالله العظيم لو شفته لرقعله سناغه. لا يا بابا، مش للدرجه دي. طب وشرفك عندي؟ لقلع الجزمه واديله بيها على نفوه بس اعرف هو مين. بابا. واحد ويسكي من فضلك. بتقولي ايه؟ يا بابا والله العظيم. ما هو مش معقول. تصور، بتقول ان هو موجود هنا وسكتة. الله، هو فين؟ ورهولي، شاوري عليه. انا بس عايزك تقول له حاجة. انا مش هكلمه، انا هديه في الشلول. معلش يا باشا، امسحها فيا انا. مستحيل. كأني انا اللي كنت بعكسها. ما صحي تشبه نفسك بحيوان زي ده. هو فين؟ خلاص يا بابا اقعد، انت كأنك شتمته وضربته بالظبط. ناس حوش، ناس دون. لماذا؟ تليفون يا سعادة الباشا. عن اذنكم. الو الو الو، سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الاسبق. ايوه، انا صابر باشا. مكالمة شخصية من مصر يا فندم. ايوه، خليك معايا. معك. خليك معايا. ايوه معاك معاك. الصبح كنت سائل وقليل الادب، ودلوقتي حيوان. مين عارف بكره هتبقى ايه؟ الو الو، في عرض النبي، الو الو يا ترنك، الو الو. ايوه، سعادة صابر باشا عبد الصبور وزير الاوقاف الازمه. انا زفت الطين. خليك معايا، خليك معايا. انا معاك من الصبح. لا مؤاخذه يا سعادة الباشا، اصل الخط عطلان. ممكن تنفخ لنا في البور شويه؟ حاضر، انفخ. اهو يعني ما عملش حاجه النهارده.
في صحتك. ما بشربش. طب تسمحي لي بالرقصه دي؟ ما برقصش. الو الو الو، ما فيش نفس انا. الو، ايه سعاده صار الباشا عبد الصبور وزير الاوقاف الازمه؟ يا سيدي انا والله العظيم انا. استمر بالنفس. راجل نفس انا ولا كاني حداد بينفخ في كور. اهو اهو انا دخت يا عالم. الو، يا ترى بابا اتاخر كده ليه؟ اشربي. ده كمال. كمال. مراد سالم، كمال فهمي ابن خالتي. تشرفنا. تشرفنا. الله، الرقصة اللي بتحبها يا كمال. اسمحي لي. عن اذنك. اتفضلي. تليفوني يا استاذ كمال. عن اذنك يا عايزك. الو يا مصر. اعوذ بالله. الو، ما تعالوهم مال. الو، مين مين يا فندم اللي بيتكلم؟ مين؟ كمال، كمال فهمي. يخرب بيتك، هو انت اللي لطعني من الصبح؟ ازاي يا عمي، ده سيادتك اللي طالبني. انا كمان بتتبلى علي حضرتك؟ اطلبك ليه؟ علشان ايه؟ اعبي بيك ايه؟ انا متاكد يا ابراهيم انه قلبها جه، لكن رجلها مش عاوزه تيجي. يا ابراهيم، في صنف ستات كده ما يسلمش الا في الحلال. استاذ مراد، هتجوزها. كفايه بقى يا استاذ، انت لغايه دلوقتي متجوز 12 ودي تبقى 13. انا خسران حاجه؟ خسران فلوسك ووقتك. الجواز بيكلفك والطلاق بيكلفك. الفلوس اتخلقت علشان الواحد يتمتع بيها. طب كلمه ولا بارده مني، الستات عندك كده زي اللب؟ تمام. طب في بقى لباية اسمها كريمة هانم، سعادتك وعدتها انك تقشرها وتقزقزها. كريمة دلعة، لكن عايدة ملحها مظبوط. انا نازل دلوقتي اطلب ايدها من الباشا. مش يجوز هم عارفين انك راجل مزواج؟ محدش يعرف الا ال 12 اللي اتجوزتهم وانت والمأزون. انا بتجوز سكيتي واطلق كتيمي. ايه ده؟ يولي؟ راح طلق. صابر باشا ما نزلش؟ لسه يا فندم. طيب. هلو. هلو. انت متأكد ان صابر باشا ما نزلش؟ متأكد يا فندم. اخسر. الو، مصر؟ ايوه يا فندم، اوتيل بوريفاج، اي خدمة؟ دقيقة واحدة من فضلك. الو، الاستاذ مراد سالم نازل عندكم؟ موجود من امبارح؟ لا، مفيش داعي تديله خبر، ميرسي قوي. جالك كلامي او مترستق في البوريفاج من امبارح؟ هو مش عارف ان خطوبتكم كانت امبارح؟ عارف وعازم الناس بنفسه، لكن تلاقي واحده من اياهم زغللت عينيه ونسي الفرح ونسي الخطوبه ونسي الدنيا بما فيها. حق يا ست كريمة، الرجاله ملهمش امان. هروح له وهطربق الدنيا على دماغه. حضري الشرطه. صباح الخير يا سعاده الباشا. يا 200 صباح الخير، يا 200 صباح الفل. يا انا عاوز اكلمك في مساله مهمه. ايه؟ بخصوص الشغل؟ انا جاهز. لا يا باشا، اكلمك بخصوص عايدة. انا طالب القرب منك. بتقول ايه؟ هتجوز عايدة وهنكتب الكتاب النهاردة. السيجارة يا باشا. عن اذنك يا عمي. يا
إذا كان بابا راجل طيب وعلى نياته فأنا شرانية وبيركبني 60 عفريت. لايمها بقى لحسن أذيك. هتعملي إيه؟ خليك مطرحك. بس أفهم. هبلغ البوليس، هقدمك للنيابة، هسجنك. حد يفهم حبيبه، خطيبه، جوزه؟ حبيتك امبارح وخطبتك دلوقتي وهتجوزك بعد الظهر. مش معقول. يا رب توافق يا ابراهيم. ايه مالك ما تقول حاجه؟ يا رب. انت مجنون؟ هو معقول اتخطب الصبح واتجوز بعد الظهر؟ امال امتى؟ مش قبل شهر على الاقل. لسه هتضيعي شهر من عمري. طب اسبوع؟ 7 ايام بلياليهم، حرام عليك. يعني ما حضرش حاجة؟ كل حاجة جاهزة. ولا اقول للناس؟ الناس عندك اهم مني. يعني مصمم النهاردة؟ يا ريت كان امبارح. طب خلص ما تزعلش، النهاردة. امتى؟ الساعة 4 كويس؟ 3 احسن. 3؟ هي الساعة 3. استنى بس. والله وكتبنا الكتاب يا ابو خليل، اظن اسرع جوازة حصلت. لا، الجوازة من الاربعة كانت اسرع. انهي فيهم؟ فكرني. اللي حصلت في القطر. ايوه سونيا اللي اتجوزتها عرفي. خطبتها في سيدي جابر وكتبت الورقة في كفر الزيات ودخلت عليها في طنطا وطلقتها في بنها. قول لي من فضلك، السيد مراد سالم موجود؟ موجود يا فندم، لسه طالع دلوقتي. عقبال عندك. عقبال عندي؟ هو حصل ايه؟ كتب كتابه يا فندم. كتب كتابه على مين؟ عايدة هانم بنت صابر باشا عبد الصبور. مين؟ ايوه. تحبي نديله خبر؟ لا ملوش لزوم، هي لهانم في اوضه كام؟ جناح نمرة 2 اول دور. متشكره قوي. مبروك يا عروس. الله يبارك فيكي. تسمحي لي ادخل؟ اتفضلي. ميرسي. اهلا وسهلا. انا فرحت لك خالص وجيت مخصوص من مصر عشان اقول لك مبروك. متشكره قوي، لكن انت عرفتي ازاي؟ كان قلبي حاسس. هو انت تقربي لمراد؟ امال احنا متأسفين قوي، اصل كتبنا الكتاب كده على غفلة، مراد مرضاش يعزم. على العموم هو متعود على كده. متعود على كده؟ قصدك تقولي ايه بالظبط؟ هتعملي ايه؟ هطلب مراد. هتقولي له ايه؟ هقول له يجي قبلك ويتفاهم معاكي. هتقولي له مين؟ مين؟ قولي له خطيبتك. خطيبته؟ ايوه يا عروسه خطيبته، ومتفقين على الجواز، وامبارح كان ميعاد الخطوبه في مصر. عملت الحفله وعزمت المعازيم، والبيب سلامته هنا في اسكندريه بيتجوز. الجوازه 13. ايوه البيب متجوز داست قبلك. أكتر واحدة قعد معاها 6 شهور. يخش على الواحدة حب وغرام وعبادة، يبقى ملهوف عليها. إن اتمنعت يتجوزها، وبعد ما ياخد مزاجه منها يرميها رمية الكلاب. ولما أنت عارفة عنه كل ده، ليه عايزة تتجوزيه؟ عشان أنا هو صنف واحد. أصل اتجوزت 7 رجالة. أنا حسبت لك كل حاجة. تعالي اسمعي بنفسك. ألو، مراد سالم من فضلك. الو مراد. اهلا يا مراد، انا كريمه بكلمك من مصر يا حبيبي. ما جيتش امبارح ليه يا حبيبي؟ ده انا طول الليل سهرانه قلقانه عليك، خفت لا يكون جرالك حاجه. ايوه حبيبتي، كنت نازل اسكندريه عشان الحق حفله الخطوبه، عملت حادثه اول الطريق. يا خبر، وجرالك حاجه يا مراد؟ اتعورت في دماغي والدكتور قال لازم استريح يومين. لا خليك انت مستريح يا روحي، انا جايه لك حالا. لا 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 ما تجيش، انا خفيت خلاص.
مش ممكن، انا هكون عندك في اسكندريه بعد ساعتين. الو 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 الو، جالك كلامي؟ كتاب عمل كده في الاتناشر، واحده يتجوزها والتانيه يخلى بيها. اتناشر يا مجرم، تتجوز اتناشر يا ظالم. الو عايده يا حبيبتي، وضبي شنطك اوام، هننزل مصر دلوقتي حالا. ليه يا مراد؟ احنا مش متفقين نقعد في اسكندريه لاخر الشهر؟ اسكندريه ابتدت تسقع، مصر ادفى دلوقتي. ماما مش كده يا حبيبتي؟ كده يا حبيبي. وكمان العسان يباتوا في بيتهم احسن، مش كده يا حبيبتي؟ بعد نص ساعه تكوني موضبه الشنطه. خلاص يا حبيبتي؟ خلاص يا حبيبتي. هتقعدي معاه؟ طبعا انا مراته. بس زي ما كدب عليا انا كمان هكدب عليه، هفهمه اني اسعد زوجه في العالم، لكن مش هيطول حاجه مني، مش هيمس شعره فيا. ذنب الاتناشر هطقله من عيني، وانا هبقى اتصل بيكي في مصر عشان اطمن عليكي. خطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا. عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب فوق. يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي، يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي، وافرش لنا فرحه كبيره على قد حبيبي وقدي. والشوق حبيبي وانا الليله معدنا هنا، نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. احلامي ناديت لك وفي ليل الشوق غنيت لك، يا احلى مكان في الدنيا انا
جيت لحبيبي وجيت لك يا احلى مكان في الدنيا. انا جيت لحبيبي وجيت لك والشوق حبيبي ولا الليلة ما عدنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا عبده. حضرت كل حاجة جوه؟ أيوة يا فندم كله جاهز. في حد غيرك هنا؟ لا يا فندم كلهم في أجازة حسب أمر الأستاذ إبراهيم. تعال طلع أنت شنط فوق وروح أنت كمان أجازة. حاضر يا فندم. من الليلة خلاص يا حبيبي أنا وأنت هنصبح عيلة. حبيبي وانا الليلة ما عدنا هنا وشوق حبيبي وانا الليلة ما عدنا هنا والطول سهرتنا سوا ونقول حوادثنا سوا والطول سهرتنا سوا ونقول حوادثنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. صحيح أجمل عروس وأسعد عريس. سلام حبيبتي. الحمد لله على سلامتك انت. عارف ان انا حاسس ان الدنيا كلها بترقص وتغني. انا قلبي هو اللي بيغني. سامع انت؟ سامع يا حبيبي؟ سامع يا حبيبتي. ايه تعبانة شوية؟ طب ما تيجي نستريح بقى. عطشانة. كفاية عليك عطشانة. الله بعدين تدوخي. انت اللي هتدوخ. صحتك يا حياة قلب روح قلب شهريار. عن إذنك. رايح فين؟ أغير بس. ما تسيبنيش لوحدي. خمس دقايق. يا خبر خمس دقايق؟ طب دقيقة واحدة. هتوحشني برضو. الله مراد. بس بقى. لحظة. ونام ونقوم ونقوم ونام على حب في حبتي غلام طم طم.
عايدة، انتي نمتي؟ عايدة ماما 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 عايدة ماما يا حبيبتي يا ماما عايدة ماري سيبني سيبني عايدة ماري بس ماما سيبني ترمي مالكش دعوة بيا ماما 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 انا اسفه يا مراد نسيت اقول لك. تقولي لي ايه بس فاهميني؟ لما ماتت ماما الله يرحمها كنت نايمه، جم صحوني وقالوا لي الخبر، خفت وجريت على الشباك علشان اموت نفسي، ومن ساعتها اي حد يصحيني اقوم مفزوعه جري وراح الشباك عشان ارمي نفسي. اسمعي يا مراد من هنا ورايح اوعى تصحيني، سيبني نايمه لحد ما اصحى لوحدي. طيب خلاص حصل خير، ما عدتش اصحيكي تاني ابدا. اجيب لك حاجه تهديكي؟ لا. طب اعمل لك ايه؟ نيمي. ما انا مفيش حاجه تهديني الا النوم، لازم انام دلوقتي وبسرعه لحسن بعدين تجي لي حمى ما اقومش منها ابدا. ارجوك يا مراد نيمني اوام اوام. طب انا نيمك ازاي بس؟ تقرا لي حاجه اي حاجه بس من فضلك بصوت واطي وحنين، وتفضل تقرا كده لغايه ما انام. اوام اوام الرعشه ابتدت تيجي. وقال الملك هاموشير لعبدوس الوزير: ائتني بألف بعير. فقال الوزير عبدوس لملك المجوس ورأسه بين التلوس: أيها الملك يا عالم الفلك، البعير هلك. فاستشاط الملك هاموشير وأمر بإلقائه في البير، ومعه ألف خنزير. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكت عن الكلام المباح. مش بطاله.
الخير. صباح الخير. انت اللي كنت بتزغرط برا؟ لا دي بومبا. بومبا جت؟ هي فين؟ وحشتني المضروبة. وحشتك المضروبة ما وحشكيش المضروب. حقك علي ما تزعلش. انت نسيت اللي عملتيه امبارح. عملت ايه؟ كنت هترمي نفسك من الشباك. يا خبر. لازم كنت نايمة وحد صحاني وعيرتي وترعشتي وقرتلك الملك هامشير. ده صحيح، ده انا نمت مهدوم وانا طول الليل حاطط ايدي على خدي. يا مسكين، قوم قوم نام لك شوية. انام؟ ده انا مستنيكي بس تصحي. رايحة فين؟ هاخد دش. مش ضروري دش. يا سلام عليك يا مراد. الله. طيب طيب انا هروح اقول لهم انك انت لسه نايمة وانا كمان تعبان شوية وهنام ومحدش صحينا ابدا. طيب بس خلاص الدش بسرعة. هينزل حالا. امرك. اسمعي. نعم. هنزل لها انا بنفسي. صباح الخير يا ماما. لا صباح ولا مساء، انت خليتها خل. ليه بس يا ماما؟ هبقى امك ولا اعرفش. ما اصل يا ماما لو عرفت. اصل ايه؟ قرب لك تليفون في اللوكان ده يقول لي كتب كتاب ونزل على مصر. ليك حق تزعلي يا ست الكل، بس لو عرفتي ظروفي. ظروف ايه؟ كل مره تتجوز تقول لي ظروفي. ماما اشربات 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 يا ماما. 12 مره. ايوه ماما 12 مره اتصلي بيا بالتليفون، اصل ما فيش حراره، ما فيش حد يرد، ما فيش سفراجي، ما فيش بونبون. في بونبون. ماما ابوس ايدك، ما تجيبيش السيره دي خالص. مراتك عارفه انها 13؟ طبعا لا، علشان كده ماما عشان خاطرك كتمي على الخبر لغايه ما تطلقها. لا والله يا ماما دي زوجة العمر، انا خلاص هديت رصيد. البركه في دعاك يا ماما. امال فين العروسه؟ العروسه نايمه. هطلع صحيها. خليك انت مستريح يا سيدي وانا اطلع. تطلعي انت ازاي؟ ازاي اصحيها يا سيدي؟ ما تعرفيش انت، تروح تعملي واحد قهوه سكر شويه وبن تقيل. يلا. على اذنك يا ماما نص ساعه بس. نص ساعة هصحيها في نص ساعة. ما هو يا دوب يا ماما عقبال ما تصحصح كده، مش أكتر من نص ساعة. أرجوك. أهلا سيد الباشا. صباح الخير يا بومبا. صباح الفل يا سيدي. يا ترى العرسان صحيهم ولا لسه؟ أيوة يا سيدي، سمرات هناك أهو. كده؟ مراد يا صباح الأنوار. مراد أنت مش سامعني ولا إيه؟ اهلا 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 بيك يا عريس الهنا. اعرفك بست والدتي. ايه طيب. والدتي والد عايده حماية العزيز صابر باشا عبد الصبور. اهلا وسهلا، شرفنا يا فندم. اهلا وسهلا، لنا مزيد الشرف يا هنا. بعد اذنك يا عمي نص ساعه بس. على فين؟ هصحي عايده. يا عايده لسه ما صحيتش؟ لا لسه يا عمي. طب صحيح ليه ما تسيبها نايمه؟ لا ما يصحش، لازم تيجي تسلم عليكم. طب بس اوان انا مستعجل، بدي اروح المصنع. حاضر يا عمي. نص ساعه بس. اهلا وسهلا، فرصه سعيده يا هانم. تعالي. هصحيك. طب ما تصحي اهو. مستعجل. يا شيخ لازم اسلم عليك. بابا وحشتيني. انت
اللي وحشتني يا ستي. الله يسلمك. حسوه في عين اللي ما يصلي على النبي. اهلا وسهلا. اهلا بك يا حبيبتي. استغفر الله. ما شاء الله، ربنا يهدي سرك يا بنتي. ميرسي قوي. تعرفي يا ماما، اول حاجه كنت هعملها النهارده اتصل بحضرتك واعزمك على الغدا. ماشي يا بنتي، الايام جايه كتير. ليه؟ ما ده احنا فيها اهو، النهارده لازم تتغدي معانا. تتغدى بس وتتعشى كمان. وحياتك يا ماما، تقضي معانا طول النهار وتبات بالمره. او النبي يا ماما. من زيارة جاية ماليش ألاقي واحدة تانية. إن شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك. مبروك يا مراد بيه. مبروك. مبروك يا عم. مع السلامة يا رحي. مع السلامة يا رحي. مبروك يا رحي. ناويتوا تقضوا شهر العسل فين؟ في مصر. مع السلامة. أشوفك في المصنع بكرة. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. مع السلامة يا خالد. مع السلامة. مع السلامة يا مزير. أنا لسه شرفت. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. ميرسي أوي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي باي حبيبي. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. عاوز حاجة يا سيدي؟ لا بشكل. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. أوف، أعوذ بالله. ماما ماما ماما. يا خبر يا خبر. يا خبر. نايمة. ما كنتش عارف. نيمني. طيب والنبي خليكي صاحية شوية. نيمني نيمني. عايز تموتني ولا ايه؟ وقال الملك هامشير لعبدوس الوزير: ائتني بألف بعير. فقال الوزير عبدوس لملك المأجوس ورأسه بين الطروز: أيها الملك يا عالم الفلك، البعير هلك. ست ايام على الحاله دي انا هتجنن. هتجنن تبقى صاحيه في امان الله، يا دوبك اتورب كده ولا كده اتدور الاقيها نايمه في سابع نوم. الله، وايه اللي خليك تتورب يا اخي؟ اقفل شباك، ارد باب، اكح، اعطس. ما تقفلش شباك ولا ترد باب ولا كح ولا تعطس. طب ايه رايك في يوم من الايام نامت وهي واقفه؟ ازاي بقى؟ راجع من بره لقيتها صاحيه. رحت جاري عليها، خدتها في حضن. أيوه. طولت في الحضن. نامت. شخرت. وعملت ايه انت؟ شلتها زي البيبي، حطيتها في السرير وغطيتها. انا مش عارف اعمل ايه. تعمل ايه؟ صحيها يا استاذ صحيها. تتفزع تترعش وتجري على الشباك عشان ترمي نفسها منه. يا خبر اسود. احوش فيها بالعافيه وافضل اقرا لها مشير الملك لغايه ما اديك يدا. لا دي يلزمها دكتور نفساني. جبت لها اتنين قالوا عقده نفسيه. طيب في علاج؟ في امل؟ في دواء؟ في، بس هياخد وقت. حليني بقى، شهر اتنين سنه. مسكينة. هي اللي مسكينة وانا لا. ست ايام هي نايمة وانا صاحي، ده حرام. انا نفسي انها تصحالي ولو ساعة على بعضها ساعة. الو، مين يا فندم؟ مين؟ الهانم. ايه عايدة؟ الو. ايوه حبيبتي، انت صاحية؟ انا جايلك حالا حالا. 10 دقايق اكون عندك. 10 دقايق. شوف لك طريقة. الحسابات بايظة خالص. حساباتي دلوقتي انا فاضي لك. الله، هو كانوا ايه يا خوي؟
فين؟ خرجت يا سيدي. خرجت؟ يا دوبك لسه يا سيدي. اي لها انا 10 دقايق ما اتاخرت استني. يا نهار ابيض حق مالكش حق ابدا يا سيدي. ليه بقى؟ فضلت مستنيه وبعدين؟ وبعدين يا سيدي فضلت رايحه جايه ده حاجه مش. وبعدين يا سيدي الدمعه فرت على خدها وقالت لي الظاهر انه اتاخر يا بومبا، الظاهر انه مش هيجي ابدا يا بومبا. وبعدين يا بومبا؟ وبعدين يا سيدي مسحت دمعتها من على خدها وقالت لي أنا رايحة للكوافير يا بومبا. حلو، اللهم صل على النبي ويرزقك يا رب بزيارته يا سيدي وتملس بإيدك على شباك. فين الكوافير؟ معرفش يا سيدي، هو الراجل اللي بيقصص الشعر اسمه إيه؟ اسمه الحلاق يا سيدي. يا سيدي ما تبقى ساعتها كده، يوم أنا غالي بس يا أخواتي وأنا هعمل إيه ولا إيه ولا إيه؟ بشكل. معلش يا نال، فرصة تانية يا حبيبتي. أرفوار. هلو. يا خسارة لسه ناني قافلة التليفون. ناني مين؟ المطلقة رقم 6، أصل عندها نمرة ومشغولة وبتعمل بروفا. ها وعاملة إيه مع الأستاذ؟ عال يعني الخطة ماشية كويس أوي. طب يلا قوم أحسن يا جماعة مستنيين. هم كلهم جم؟ 4 منهم بس، وناني هي الخمسة، والباقي متجوزين وبيعتذروا لك، لكن بيقولوا لك إن قلبهم معاكي. تسمحوا لي أقدم لكم مادموزيل عايدة، الضحية رقم 13، رقم 3 عايشة، 4 سونيا، 7 سميرة، 8 إجلال. اتفضل. سعيكم مشكور. شد حيلك يا حبيبتي. الشد على الله. كلنا لا. انتم السابقون ونحن اللاحقون. طب ده انت حظك احسن مننا لان كريمه حذرتك، لكن احنا خدنا على عمانه. ومال انا نعمل ايه؟ انا طلعني بعد يوم واخد. الاستاذ اتجوزها في القطر. نزلنا طنطا عملنا واخده ضحله، تاني يوم ركبنا القطر عمل شمته، طلعني في بينها. ما جالوش صبر اما يوصل مصر. مراد مش غلطان. انتوا عايزين الحق، احنا اللي غلطانين، ولا واحده فينا جوزته على حب. لو واحده حبيته بعقل وتفكير كانت قدرت تحافظ عليه. ايه اللي بتقوليه يا اجلال؟ ايه فايده الست اللي تحب راجل وهو قلبه زي الحجر؟ الحجر بيلين يا كريمه. يعني قصدك عايده تسلم له؟ بالعكس، تمشي في الخطه اللي هي رسمها، تتقالي عليه وتعذبيه لغايه ما تموتي فيه الغرور. يا اجلال انا انت بتحبيه ولا لا؟ ما ردتيش ليه؟ بحبه بس انا خايفه، انا خلصت كل الحيل اللي عندي. ما تخافيش كلنا هنبقى جنبك. متاسف انا شاكر. انا عندي كوافير قال، ما انا باكل من الكلام ده، ما كانش حد غلب. انت جيت من بدري. من ساعه كام؟ من بعد ما مشيتي بثانية. يا خسارة ماليش بخت. كنت فين؟ كنت عند الكوافير. بص ايه رأيك في التسريحة؟ وايه اللي غيبك كده؟ على بال ما سرح لي شعري. بقالك 3 ساعات بره البيت، نص ساعة رايح ونص ساعة جاي وساعة عند الكوافير، الساعة اللي فاضلة قضيتيها فين؟ تقول قضيتها فين يا مرمار؟ أنا بسألك. الله مراد أنت متنرفز يا حبيبي؟ ردي عليا، كنت فين؟ حصل. هي فزورة؟ واحد بيسأل مراته كانت فين؟ مش لازم تجاوب؟ ما قلتيش كنت فين؟ كنت مع حبيبي نور عيني. اوعى تفتكر ان انت وحش، لكن هو حاجة تانية. من الصبح محيرني اشتري له ايه؟ اجيب له ايه؟ بص اصل النهاردة عيد ميلاده، كل سنة وهو طيب. ده انا عيد ميلاد انا. كنت ناسي يا وحش. فعلا كنت ناسي، انما انت عرفتي ازاي؟ سالت. مين؟ مالكش دعوه. حقك علي. اوعى كده عايده. ما بكلمكش. سامحيني يا عايده. حقك علي يا حبيبتي. ما انت يا عايده حبيبتي لازم تفرحي لما بتنرفز، ده معناه ان انا بحبك، بغير عليكي، مش كده يا عايده؟ ها؟ مش كده يا عايده؟ عايده؟
انت نمتي؟ لا يا حبيبي، انا ساكته بس علشان اسمع صوتك يا جميل. طب ما تيجي نطلع. فين؟ فوق. عشان؟ علشان اقيس البيجامة. ما هي على قدك يا حبيبي. علشان تشوفيها عليا. البيجامة هتلبسها بالليل لما نحتفل بعيد ميلادك. ما تيجي نحتفل دلوقتي. دلوقتي ما ينفعش، انا عامله لك حته حفله صغنطوطة على قدك وقدي. وبعدين؟ هنرقص ونغني ونهيص، والساعة 12 بالظبط هنطلع اوضتنا في عشنا السعيد. عايدة، انا بقالي ست ايام ما دقتش النوم. الليلة دي يا حبيبي هتنام وتشبع نوم. الليلة دي هتبقى اسعد ليلة في حياتي. الساعة 12. يا سلام يا سلام، الله لايق عليك بشكل جميل. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا حبيبي. بومبا. بومبا مش هنا، انا اديتهم كلهم اجازه. صحتك يا حبيبي. صحتك يا حياتي. عايده هاتي لي كاس. الله، ده انت شارب ازازه لحد دلوقتي. اصلي فرحان قوي لله دي الراحه. لا انا قلبي بياكلني، انا هروح افتح الباب. طب استنى انا هشوف انا مين. يا خبر اسود. عايشه، ايه اللي جابك دلوقتي؟ عيد ميلادك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وايه اللي فكرك احنا مطلقين من زمان؟ بحبك يا مراد، مش قادره على حبك. شيل ايدك من عربتي، شيل ايدك من عربتي. حمود يا مراد حمود. طيب بس علي وروح دلوقتي. هنرجع لبعض؟ ايوه حبيبتي. امتى؟ بكره. صحيح يا حبيبي يا مراد. عايده عايده عايده، كويس كده. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ مين دي؟ صاحبتك؟ لا مراتي. مراتك؟ انت اتجوزت؟ هش، مش عاوز اسمع صوتك احسن والله العظيم اقتلك. يعني ايه اقتلك؟ انت اختي ولسه واصله دلوقتي من اسطنبول، عرفت ان انا اتجوزت وجيت تبكي لي، فاهمه؟ 500 جنيه. نعم 500 جنيه. اجيب لك من الفلوس دلوقتي؟ اكتب لي شيك. حاضر هكتب لك شيك، اول ما تاخدي الشيك الطرائي، فاهمه يعني ايه؟ عايده عايده عايده. ايه اللي بتعمليه ده؟ الله بتعيطي. ابعد عني يا خاينه. امل صايع عبيط، انت بتغيري من عيشه اختي. اختك؟ وصلت النهارده من اسطنبول، عرفت ان انا اتجوزت، جت تبارك لي. والنبي صايع اختك؟ مش مصدقاني؟ عيشة عيوشة عش عش اختي. ايوه يا ابي. صدقتيني؟ سامحني يا مراد سامحني. طيب سامحتك، انزلي انت بقى سلمي عليها وكلفتيها. حاضر. يلا. ايه
مين تاني جاي؟ كريمة وسونيا وناني. ناني جاية؟ دي بقى مستحلفاله. أنا هفتح سني واحدة. مين بنت عمي؟ إيه الفرصة السعيدة دي؟ مين يا مراد؟ دي بنت عمي كريمة، هي كمان عرفت إن إحنا اتجوزنا وجات عشان تبارك لنا. كده؟ أهلا وسهلا. أهلا. اتفضلي اتفضلي. كريمة أنا عارف إنك أنت زعلانة، إنما والله ما عزمت أي حد، حتى اسألي أخت عيشة. أختك مين؟ أختي عيشة كريمة عشان خاطري. أنت هتعيط ولا إيه؟ أصلاً أحس بغلطتي يا كريمة. هي غلطة واحدة. عارف عارف عارف، بعدين نتكلم، إحنا دلوقتي إيه؟ نرقص من هيا صفر. تعالي تعالي. ارحموني، أبوس إيديك. وأنت ما رحمتناش ليه لما غدرت بينا؟ أنا تبت، تبت يا الله والله. ها فين الشيك؟ الشيك أهو. الشيك بتاعنا كمان. حالا ثانية واحدة، أنا هلبس الروب عشان بريت خالص. اسمعوا المهم لازم تدوخوه. ما تخافيش هنخليهولك طينة. الله يخرب بيتكم. كاليستاسس مراد باكيمو، مراد باكيمو. هو ايه كلكم متفقين عليا ولا ايه؟ احنا هنهرب بيتك. سونيا شيك ب 500. لا 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 انا مش بتاع فلوس، انا حولي مراتك كل حاجه. ابي دي سونيا كيمو سيبارك لوبولي اغابي مخي سومو بانيومي ياتي ياتي. بل يا ترى بقول في ابويا غراس تسفاسو تكفاش سنوش تسبيدش كده انت كده صغور. تعال هعرفك بمراتي. تعال تعال. مراتي عايدة. بونسوار مدام. مبروك. ميرسي. اتفضلي. طبعا انت عارفة اختي عيشة وكريمة بنت عمي. امال امال بونسوار. بونسوار سونيا. بونسوار يا سونيا. حضرتك تعرفي مراد من زمان؟ امال انا اخته كمان. ايوه اختي، اختي في الرضاعة، والدتها كانت خياطة وساكنة جنب والدتي، احنا اتولدنا احنا اتنين في شهر واحد، مش كده يا سونيا؟ مظبوط مظبوط، في سخيتك يا مرادات، ما بتسلميش ليه؟ أنستونا، شرفتونا. كاسك يا مراد. ما أنا لسه شارب. أشرب. حاضر. إلا إلا هنرقص. لا يا مراد دي فرحتنا فرحتين، جوازك وعيد ميلاد. يلا يا مراد إلا. Oh my God!
الشاه بندر لو سهلة باللي بيحضر حيث عليك يا عالي ومرتك بالدور عالي حيث عليك يا عالي ومرتك بالدور عالي عالي ايه والله عالية سي مراد خلاص مين لا احبابه ونسى اصحابه ناني ناني ايه خايف لمراتك تعرف ممسيها تعرف ناني اصل ال لا اصل ولا فصل عشان كده اتجوزت في الخافة لا عملت فرح ولا عزمت حد لكن انا سمعت وجيت هنا برجلي تسمحي لي اقولك يا هانم ناني ايه مكسوف والنبي 500 جنيه ناني هو عيب ان بنت خالتك تبقى رقاصه بنت خالتي حبيبتي بنت خالتي يا روحي انت ست وتجراس يا بنت عايده اقدم لك بنت خالتي ناني زينات عيل والنجمه المشهوره امها تبقى جوز خالتي وابوها يبقى مرات خالتي واخواتها ولاد خالتي ولاد خالتي كلها ولاد خالتي الف مبروك يا حبيبتي ميرسي قوي تعرفي يا عايده ان انا كنت ناويه ارقص في فرح مراد واذف هو والعروسه ما تحنا فيها اهو هوا ايه رايك يا ابن خالتي نعم يا بنت خالتي عايزه ازفك على عروسه امرك يا بنت خالتي يا ولاد الهرمة ساعدني يا رب ساعدني حبيبتي
يا خبر من قال الملك المشير لعبدوس الوزير أعجني بألف بعير أعجني واحد ويسكي واثنين بير يا عصافير البعير ولك البعير ولك البعير ولك. صباح الخير. صباح الخير. ازيك دلوقتي؟ كويس. لا 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 اوعى تتحرك. ايه ده؟ تلج. انا سخن. بتفرفر طول الليل وانا سهرانه جنبك. انت كنت صاحيه طول الليل؟ جنبك يا حبيب. وانا كنت نايم. بتشخر يا حبيب. تعرف قرايبك امبارح كانوا لطاف قوي. ارجوك ما تجيبي لي سيرتهم. ليه يا مراد؟ اسمع انا هقول لك بصراحه. كلهم كانوا منمرين علي عايزين يتجوزوني. لا يا شيخ، حتى اختك. اختي عيشه. عيشه. عيشه دي اختي من بابا. ماما ما بتحبهاش ابدا. عايز اوعي تجيب سيرة لماما ابدا انه عيشه جت هنا. ادخل. صباح الخير يا ستي. صباح الخير يا بوم. سلامتك يا سيدي. بعد الشر عليك من السخونه. كمال ده وحشني موت. انا هنزل اكلمه من تحت علشان ما تبوشكش يا حبيبي. سلامتك يا سيدي. اعمل لك لبخه؟ اجيب لك شربه زيت خروع؟ سليمه يا سيدي. 40 جاتك 40 كبه لما تفرم مصارينك. قولي من وشي. في الحقيقه كمال جوازنا جه فجأة. اهي ظروف بعدين هحكي لك. في اسمع من تليفون اوضه النوبه. معلش يا كمال، كل شيء اسمه ونصيب. ما تفتكرش ان شعوري هيتغير من ناحيتك، بالعكس انت برضه هتفضل كمال. كمال اللي قضيت معاه اسعد ايام طفولتي واجمل ايام شبابي. اوعدك اول مولود اسميه كمال، والتاني كمال، والتالت كمال. ايوه ايوه في اي وقت تطلبني في التليفون هتلاقيني مستنياك في البيت. على فكره الورد اللي بعته ده جنان. ده انت ذوقك مدهش في الورد. ميرسي قوي قوي. باي باي. سكرتيري، انا بكلم صفيه اخويا. تسمح تقول لي حكايه الست دي ايه؟
اتجوزتني ليه؟ بتحبك يا اخي؟ ابدا يا ابراهيم، ابدا يا اخويا. دي اتجوزتني علشان فلوسي، علشان اعين ابوها ب 200 جنيه في الشهر. كده؟ طبعا، والا ما كانتش ادت وش الكمال، وانا عارف انه بيحبها وعاوز يتجوزها. كده ولا لا؟ كده كده. ما هو كمان انا كنت لازم افهم من الاول حكايه النوم والجري على الشباك دي مساله ما تخشش المخ. كده ولا لا؟ كده كده. طيب يبقى بذمتك انا طلعت ايه في المساله دي؟ هلس اكتر اكتر. فانس قول، فوقني. حمار؟ ايه؟ لا مؤاخذه، ما هو انا زي اخوك. ايوه عندك حق. تعال هنا، رايح فين؟ ماشي ازاي وساب المركب بتغرق؟ العجز وصل لغايه دلوقتي 20,000 جنيه. لون حق الموظفين، المال السايب يعلم السرقه، وسيادتك بتقعد بالشهرين والثلاثه ما بتورهمش وشك. والله يا عمي ينحرق المصنع يندعي. انا اللي يهمني دلوقتي عايده. عايده يا عمي؟ ايه مالها عايده؟ المساله اللي عندها بتزيد. مساله ايه؟ العقده النفسيه. نفسيه ايه؟ ليه يا عمي لما توفت والدتها صحتوها من النوم وقلت لها الخبر؟ منين صح مين؟ دي كانت عمرها لسه شهرين اتنين. شهرين؟ اه. يعني لما الواحد بيصحي عايده مش بتجري على الشباك عشان ترمي نفسها منه؟ هي عملتها فيك الخنزوره. يا عمي ارجوك قول لي الحكايه ريحني. بقى يا سيدي وهي صغيره علشان ما تروحش المدرسه اتدبقتنا بالحكايه دي، شربناها مره اتنين تلاته، مره من دول جريت ناحيه الشباك سبناها ما حدش مسكها، راحت واقفه متسمره. قلنا لا الله ما ترمي نفسك، مستنيه ايه؟ اتأسفت وخلت الشنطة وعلى طول طيران على المدرسة. كده؟ امال ايه؟ امال انت فاكر ايه؟ متشكر يا عمي متشكر. لكن تعالى اقول لي، هي بتعمل معاك كده ليه؟ انت عاوز توديها المدرسة؟ نفسي يا عمي نفسي، مش عاوزة تروح. ايه؟ الله، هو جرى في عقله ايه؟ واحدة ست متجوزة عايزها ازاي تروح المدرسة؟ سلام عليكم. تعالى هنا، رايح فين وسيبني؟ انا لازم انام بدري واصحى بدري علشان انا عندي شغل. وليه تصحى بدري علشان ايه؟ عشان رايح اشتري مريله. مريله؟ ها؟ ليه؟ لمين؟ للست عايده. عايده؟ الله، يظهر ان الحكايه جد. اما اروح ادفع لها المصاريف. نفسك مستنية ايه؟ مش قادرة توريني وشي ها؟ مكسوفة. تقدري تفهميني انت اتجوزتيني ليه؟ تعالي هنا. ردي. الناس بتتجوز ليه يا مراد؟ فهميها لي انت. عشان بحبك. بتحبيني انا ولا بتحبي كمال؟ كمال؟ كمال ابن خالتي. ابن خالتك ابن عمك، انا مش مغفل. تليفونات ورد اجيب الليله لايم شرف وهيهي ومهيهي وفي عز البرد توصليه لغايه الجنينه. يا سلام، وانت لما جم قرايبك واصحابك وقعدوا يرقصوك بلدي وافرنجي اتكلمت فتحت بقي؟ ما هو ده اللي فاقعني. لو كانت واحده غيرك كانت قلبت الدنيا، انما انت برود برود على الاخر. تعرفي ليه؟ ما بتحبنيش. بحبك كدابه. والنبي بحبك. امال بتهربي مني ليه؟ اقول لك. قولي لي هموت هفرقع طق. مراد يا حبيبي احنا استعجلنا قوي، اتجوزنا في يوم وليله. اقول لك الحق، ليله الدخله حسيت انك غريب عني. واحد قابلته في اسكندريه اسمه مراد. بس مراد سلم فهمي. يا سلام يا حلاوتك، والمأذون والورق والمؤدب والمؤخر. مش كفايه، لازم نعرف بعض اكتر. امال عمل الخطوبه ليه؟ طب وايه الحل دلوقتي؟ اخطبني. اخطبك؟ ايوه يا حبيبي. ابقى اتجوزك على سنه الله ورسوله واخطبك. ما انا قصدي يعني ان فهمت فهمت فهمت. عاوزه ترجعي لابوكي؟
وابعت لك جوابات غراميه واطلبك منه واقدم لك الشبكه واتجوزك من جديد. لا يا حبيبي، احنا هنعيش مع بعض شهر اتنين تلاته زي ما احنا، وشويه شويه هناخد على بعض ونلاقي نفسنا اتجوزنا. احنا متجوزين بالزوج بالعافية، متجوزين. اسمع، تصرفاتك دي هتخلينا نطول فترة الخطوبة. اسمعي بقى لما اقول، وين زودت حفظك الخطوبة؟ ها يهو يا ناس خاموش. حاسب حاسب شعرك شعرك يا حبيبي. فترة الخطوبة دي هتفيدك، هتهدي اعصابك، هتخليك تروح المصنع وتشوف شغلك، هتبطل خمر. بطل خمر يا حبيبي، انا ما احبش الراجل اللي بيشرب خمر. انت عايزة تفرضي ارادتك عليا، عايزة تربيني، بتحسبيني ايه مهبول عليكي؟ أنا مش قادر أبعد عنك شهر اتنين تلاتة، قولي سنة اتنين تلاتة عشرة. هستناك يا حبيبي. يا ولا دستور، الله يسيب بيته وشغله وحد عارف له طريق جره. الله، ازاي ده لا يبعت جواب ولا تليفون ولا. الحمد لله بالسلامه. مسألة مهمة، مسألة خطيرة. أنا طالب القرب منك. نعم؟ في مين؟ بنتك. بنتي؟ بنتي مين؟ عايدة. اقعد يا عمي اقعد. ها يا عمي، قلت إيه؟ موافق؟ والله يا ابني ما كانش يتعز. عايدة متجوزة. متجوزة مين؟ متجوزك أنت. أنا؟ أظن كده؟ أبداً ما حصلش. ما تلحقني يا إبراهيم، إحنا مش شاهدين على العقد سوا. أرجوك يا عمي ريح أعصابك. أهي رايحة. من فضلك يا عمي. يعني علشان تقول لي بس إمتى الخطوبة. مش تفتكر أحسن ناخد رأيها قبل كده؟ طب اتفضل معايا. اتفضل على فين؟ نروح ناخد رأيها. ما تلحقني يا إبراهيم، عايز يخطب عايدة كده. ألف مبروك، والله العظيم أنا فرحت خالص. نعم. أنت كاتب الكتاب وأنت كمان يا أخواتي. يلا اتفضل يا عم. أنت يا ابني مش تريحني أنت وتفهمني أنت جرايد مالك. أفهمك كل شيء في السكة يا عمي. اتفضل اتفضل أعمل. ألو، عبد الغفور بيه؟ لا يا فندم، سعادة الباشا لسه نازل دلوقتي. أصل الأستاذ مراد راح يخطب. يخطب مين؟ يخطب مراته.
اخيرا تقول لي قال اتجوزنا بسرعه، نعمل فتره تعارف وخطوبه، شهر اتنين تلاته نقرب لبعض، شويه شويه نبص نلاقي بعض متجوزين. ده ملخص حياتنا من يوم ما اتجوزنا. طب انا طايش ومجنون وانتوا كبار وعاقلين، ممكن تلاقولي حل المساله دي؟ وبعدين يا ست هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه يا بومه مش عارفه. ستك فين؟ ما نزلتش ليه؟ نازلة حالا يا سيدي. طيب ما كانتش هتنزل هي، انا هطلع لها فوق. ما هي نازلة حالا يا سيدي ده. طب اسمعي. نعم. خدي عبد ومصطفى روحوا على الجنينة اقعدوا شوية، سيبونا لوحدنا. حاضر يا يلا سيدي. يلا. وحشتني قوي. اهلا بابا، ازيك؟ ازيك يا عمي؟ ازيك يا ماما؟ بسم الله. اقعدي يا حبيبتي، استريحي يا ستي. مالك؟ بلمت ليه؟ يا كذاب يا مفتري، اتجننت ولا اتلحشت في عقلك؟ البنت بطنها قدامها وجاي تخطبها مني؟ مراد مالك؟ انت تعبان من السفر يا حبيبي؟ واقف بعيد كده ليه؟ بقالك مدة غايب عني، وانا مرضيتش اخرج من البيت ولا اشوف جنس حد. مستنياك يا حبيبي ابصلك واشبع منك علشان البيبي يطلع حلو زيك. الف مبروك يا عايدة. ميرسي يا ماما. الا بالحق يا ماما، الايام دي مش جايلي نفسي للاكل ابدا، مش عارفه ليه. بتتوحمي يا حبيبتي. مراد مراد عايزة رنجة. مراد ما تجيب لها رنجة يا اخي، ولا عايز الواد يطلع في وسط وبطارق؟ خليتك بعافية يا حبيبتي والف مبروك. خلي بالك من نفسك. ما بدري يا ماما. معلش يا حبيبتي. الله، وانت كمان يا عمي. اظن بقى تتكسف وتحط في عينك حصوة ملح. اقعد، انت بقيت اب. مبروك يا عايدة، يتربى في عزك.
مساء الخير. أنا هتجنن يا إبراهيم، هتجنن. لا ما هو باين عليك. طب إيه الحل؟ إيه الحل يا إبراهيم؟ طلقها. أطلقها إزاي بس؟ بالتلاتة. أنت بتخرب بتقول إيه؟ أنت بتحبها؟ أنا؟ لا أبدا. أنا بس حاسس إنه كرامتي ضاعت. أول واحدة بتصعص عليا. ليه يا إبراهيم؟ ليه بتعمل فيا كده يا إبراهيم؟ أنت اللي غلطان. قصدك إيه؟ قصدي لازم تبقى جامد، متوحش، حمش. يعني إيه؟ لا مؤاخذة. قول يا أخي. اضربها علقة. علقة؟ سخنة. أنت عاوز تخرب بيتي؟ طوعني؟ دي هتنبسط. بضربها ازاي كده من الباب للطاق؟ لا يا سيدي اتلكك، ما تعرفش تتلكك. خش مثلا قول لها مساء الخير، هي طبعا هترد عليك وتقول لك مساء النور. تروح ملفوت لها كده تقول لها وكمان بتقولي لي مساء النور، تراخ. ايه؟ الم. وبعدين؟ وبعدين هي هتفاجئ، تروح باصص لها من فوق لتحت كده ويمشي على طول. وبعدين؟ وبعدين هتدعي لي. اضربها قلم جامد؟ قوي. قلم واحد بس. وريني. ها؟ كفايه كفايه. طيب طيب. خير. مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور. من ظلمك لحبيبك.
قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش بإيديك قوة تهدك بال في إيديك قوة وعليك صبر وطولة بال وعليك هوا في إيديك قوة تهدك بال في إيديك قوة وعليك صبر وطولة بال وعليك هوا ما قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش ما قدرش ما حبكش وحياتك ما قدرش عايز تخاصمني خاصمني بس اوعى تبعد عني تعالى قبل الشوق بيجنني عايز تخاصمني خاصمني بس اوعى تبعد عني عايز تصالحني تعالى قبل الشوق بيجنني عارفة انك طيب هتجيلي قريب ولا هتندهلي عايدة عايدة حبيبتي فين رايحه
عند بابا. مين امرك تخرجي؟ ما لكيش راجل يحكمك؟ اتكلمي. سكتي ليه؟ انت سكران وهسكر كمان عشان انسى اللي شفته منك. محدش عذبني زيك. ليه؟ عشان ايه؟ سيبني سيبني من فضلك. انت مراتي وليه الحق اخد مني كل اللي انا عاوزه. اي وقت انت مراتي فاهمه واخد مني كل اللي انا عاوزه. لكن قلبي لا لا لا. يعني كنت بتكذبي عليا لما قلت انك بتحبيني؟ كنت بحبك لغايه ما عرفت الحقيقه. اتجوزت 12 قبل مني، اشتريتهم بفلوسك. اكتر واحدة قعدت معها 6 شهور. انت انسان اناني عايش بس لنفسك. شيكات ب2000 جنيه اديتهم لستات بتوعك 8 سكوتهم. اشتريت ليلة واحدة ب2000 جنيه من يوم ما جوزنا وانت عارفة. ايوه كريمة قالتلي. ليه ما واجهتنيش؟ ليه ما طلبتيش مني طلاق؟ كان عندي امل انك هتتغير. كنت بتمنى يجي يوم وتحبني زي ما بحبك. عيب انا بحبك. صدقيني لغاية ما تنول غرضك وترميني زيهم. تمام انا اتغيرت. نفسي صدقك. اطلبي مني اي ضمان. خدي ثروتي كلها. من بكره هكتب المصنع باسمك. هيروح منك سامع. هيروح منك. تقولي ايه؟ ادي انا حجزه عليه. من بكره هيشهروا افلاسك. سامحيني يا عيني. ارجوك سامحيني. دورت فيها. انا خايفه يكون عمل في روحه حاجه. يا ستي ما تقوليش كده بعد الشر. اللهم اجعله خير. يا بابا طيب حاضر. قوم بقى. فين ستك؟ هو يا سيدي قوم. يا ماما انت عارف طريقه؟ الواد ابراهيم فكر في فكره جهنميه. سالت عليه اكشاك المرور في جميع الطرق الصحراويه والزراعيه والصناعيه. المهم طمني لقيتوه ولا لا؟ امال ايه؟ فين؟ في اسكندريه. موجود في البروفاج. كلمته من ربع ساعه ورد عليا وصوته كان يقطع القلب يا حبتين. الله بابا احنا مستنيين ايه؟ لازم نروح له حالا. ساب لوكاندا وخلي الباقي عشانك. ميرسي يا استاذ مراد. وادي مفتاح الاوضه.
والجواب والجواب ده ارجوك تبعته مسوجر مصر دلوقتي. حاضر. سالم نازل في اوضه نمره كام؟ ده ساب اللوكاندا يا فندم. ازاي؟ دي عربيته واقفه بره. هو ساب الجواب ده باسم سيادتك عشان ابعته مصر. زوجتي الوحيده، ليتني قبلتك في الايام الاولى من عمري لاتعلم كيف تكون الكرامه والرجوله وكيف تكون السعاده والحب. لقد اهملت عملي واهدرت كرامتي، فأنا لا أستحق الحياة، وداعني أحب الناس إلي، وأتمنى لك مستقبلا باسما. بابا الحق يا بابا، ده هيموت نفسه. من فضلك ما شفت صاحب العربية دي راح فين؟ ناحية البحر. أها، حد ينتحر في يوم بارد زي ده؟ صحيح. انا ما بعرفش اعوم. يعني انا اللي بعرف اعوم؟ لا. اسمعني يا حبيبي، انا مراتك، انا بحبك، ما يهمكش المصنع يا مراد، هتشتغل، هتبني نفسك من جديد، وانا هشتغل معاك ان شاء الله، حتى سكرتيرة، فراشة، موهبة، فخر.